تعجبك صورة تحمل فكرة تحكي الماضي صح الذكرى كان يا مكان والعمر بيمضى وحده الحب بيرسم بكرة بيرسم طريق حلو ومر فيه الشوك والورد وعطرة طريق مخبى فيه أسرار دليلك فيه هو الصدفة حلم وأمل ويمكن تشقى حتى توصل لازم تسعى قلبك صورة تحمل فكرة كان يا مكان والعمر بيمضى وحده الحب بيرسم بكرة. بصراحة كنتوا عم تتخانقوا انت وكاران مزبوط؟ لا كنا عم نتحدث بس بتعرف شو؟ حتى لما نكون عم نحكي حديث عادي منبين قدام العالم انه عم نتخانق منضل نتمسخر على بعض ومنحاول انه نضايق بعض انسى هلأ في موضوع اهم كنت بدي حاكيك فيه بدي احكي عن شريستي تحكي عن شريستي؟ طيب ايه. تفضلي احكي سمير انت متخانق مع شريستي شي؟ لا انا وشريستي مو متخانقين اصلا انا ما بتخانق معها هي اللي بتتخانق معي دائما طيب ايه. لكن اللي يعني هي تخانقت معك شي؟ صاير شي مشكلة أو شي مو منيح؟ لا أبداً ليش عم تسألي شو في؟ لا ما في شي بصراحة شريستي بهالفترة ما أنا على بعضها أبداً ما قبلت تجي معنا وحطت حجة سخيفة قالت إنها ما بتحب هاي الحفلات ما بعرف ليش حاسة إنه في شي مضايقة وعم يخليها تتصرف بغرابة هي متوترة كل الوقت وقاعدة لحالها لهيك قلت لحالي يمكن متخانقة معك ايه معك حق حتى لما اتصلت فيها مبارح صارت تحكي معي بطريقة غريبة كتير كانت مبينة انها مرعوبة من شي ومثل ما بتعرفي هي ما بتخاف ولا بتحسب حساب لحدا بسهولة صح؟ انا بحاجة شوية راحة بس ما في مشكلة روحوا انتو لا تاكلوا همي أنا رح كون منيحة بس بدي ارتاح شوي معك حق كان مبين عليها خايفة بس شو يلي بده يكون مخوفها؟ طيب خليني اتصل فيها فوراً ايه؟ ما لازم نهمل هيك شغلات أبداً ما أنا عم ترد علي؟ يمكن يكون ظني بنوب مانو بمحله أنا بعرف شريستي منيح ما بتخلي الخوف يسيطر عليها بالمرة هي بنت شجاعة وقوية ايه؟ معك حق باللي قلته شريستي بنت قوية عم أسأل حالي سمير شو السبب اللي بيخلي بنت قوية تبين بتضايقة كل هالقد خطرت لي شغلة بريتا يمكن هي عم تعمل هيك مشان نحن نسأل عليها ونجيب لها هدايا هي بنت بتحب الاهتمام صح؟ معي حق؟ يمكن تكون شريستي بهالفترة حابة إنه حدا يدللها ويساوي لها شو ما بدها بس لو شو ما عمل لها الشخص رح يضل معجبة أبداً ومو معبي عينها هي شقية وما أنا معقولة مزبوط هي شقية وبتحب تلعب دور المظلومة الكل عم يستنوكم الحقوني بسرعة تعالوا روح شوفكم استني بس لحظة شو كنتي عم تحكي مع سمير؟ شو دخلك؟ ليش انت بتقلي عن القصص تبعك مع البنات؟ ما بتقلي شي؟ طيب انتي سأليني بجاوبك فورا عن جد؟ يعني إذا سألتك حضرتك بتجاوبني؟ مو وقت هالحكي هلأ امشي أكشي وهلأ بدي إياك تقرب إيدك اليمين لعندي بنتي وإنتي حطي إيدك اليمين على إيده وهلأ رح نبلش بالمراسم أنا بتمنى لكم التوفيق وحياة زوجية سعيدة أسفة بنتي لازم تركزي بالمراسم بقصد إنه ما كان لازم تشيلي إيدك أنتي ما لازم تلتهي أبداً لما نبلش المراسم وإلا ما بتطلع ظابطة وهلأ بدي إياكم تحطوا الوردة بالصينية
لو سمحتوا يا ريت الكل يوقفوا. بتمنى لكم السعادة يا أولادي. تعرفوا على فكرة الحكيم فهمان كتير ودارس ومثقف كمان، هو بيقدر يتفهم مشاكل الواحد وبيعطي أحسن حل. يا حكيم ممكن تساعدني بمشاكلي؟ استنى شوي سمير. حكيم لو سمحت احكي لنا عن مشاكل ريشان. لا ما بدي، مو حابب احكي عن مشاكلي بنوب بلا. ابني الشغلة عادية، ما رح يصير لك شيء إذا سايرتنا وخليتنا نسمع شو بده يقول. يلا حكيم تفضل. يلا. شو بتستفيدوا من هالشي؟ طيب ابني خليك مثل ما أنت، قلي شو حابب ساعدك بالضبط؟ بصراحة أنا مو حابب نحكي شي عن مشاكلي، بس أمي اللي أصرت. تفضل أحكي. بالحقيقة في عندك مشكلة صغيرة بس أنا متأكد أنك رح تتجاوزها. خلاص شو بدك فيه، هو مو حابب يحكي بهالقصة، أنا حابب أحكي عن مشاكلي. المباراة الجاية رح أربح ولا رح أخسر؟ ليك ابني يا ريت تسألني عن شغلة تانية، لأنه بصراحة ما رح أقدر أعرف أي فريق رح يفوز بالضبط بالمباراة، مشان هيك بتمنى أنك تغير السؤال. جوابه ذكي كتير ما؟ طيب حكيم بس دقيقة واحدة، ممكن نحكي هلأ عن بريتا؟ أنا؟ لا طيب. كلنا حابين نحكي عنه. ما كان في داعي. تعالي يلا عادي هون، يلا لشوف عادي. تفضل عادي. عادي. من بعد إذنك حكيم بدنا تحكي لنا رأيك عن بريتا. تكرم. تفضل. أنا ما عم يبين معي شيء. أنا أشرت لها لكريتيكا مشان تجيب لي مي، يعني هي كان لازم تقوم فورا. معقول هالشغلات التافهة تكون أهم مني ومن احتياجاتي؟ لازم أحكي معها. مي فورا. ليكي بعرف ما عندك مشاكل كبيرة بحياتك، بس يمكن تصير معك مشاكل صغيرة، بس انت قوية وتقدري تتجاوزيها، وأكيد لما تقدري تتجاوزيها رح تصيري سعيدة كل حياتك. بس بصراحة أنا بدي إياكي تنتبهي منيح، لأنه انت قلبك طيب كتير، وكمان بتعرفي شو، انت بنت منيحة ومبينة حبابة. يعني حكيم ما فيك تلاقي لها حل لمشاكل؟ بس انت معك حق، بنتي قوية ورح تقدر تلاقي حل، وعلى الأكيد هي رح تكون سعيدة. أكيد. أكشي ليش أجيت لهون؟ عم صب لك المي. عم تصبي لي؟ الظاهر أنه قصص العالم عندك أهم مني. في لو أنك استنيت دقيقة واحدة بس دقيقة كنت قدرت أعرف شو رأيه للحكيم بمشاكلها وحياتها لبريتا. الأحسن أنه تفكري بحياتك، أنا لازم كون حياتك، مع أني أنا كنت عطشان بس أنتي ما اهتميتي أبداً. أكشي أنت تضايقت؟ ما كان قصدي إزعجك، الشغلة عادية يعني ما في داعي تزعج حالك. عادي كل الوقت أنا بحاول كون حواليكي، توقعت ما تهتمي بحدا غيري. أنتي تسمعي كلمتي وبس، فهمتي؟ ورغم كل شي صار قررت أني أتزوجك وحبيتك من قلبي. ليش؟ مع أني بعرف أنك بنت كتير عادية وبقدر لاقي أحسن، بس كل هالشي ما همني. أنا حبيت أسلوبك وطريقة تعاملك، لهيك أنا بدي إياكي تعيشي كرمالي وبس، رح تمشي على كيفي ورح تسمعي كلمتي. عم تفهمي؟ وهلأ رح أسألك، قولي لي شو رح تعملي لما حس حالي إني عطشان كتير؟ رح روح أجيب لك مي فورا وما بتأخر. هاتي. فهمتي علي؟ أنا بحبك الحقيني.
أكشي أنت ليش عم كريتيكا وينك بنتي؟ إيه بريتا خير في شي؟ إيه في في موضوع ريشاب كان بده ياك فيه وقال لي إنه إجي نادي لك رح شوفه كريتيكا حبيبتي الحكيم شوي ورح يروح من عنا وحماتك بدها اياك تكوني موجودة مشان تودعي لما يروح بنتي يلا روحي هلا انزلي فورا لتحت وودعي بنتي طيب ماشي بريتا قبل ما اجي لهون صار شي الا انه اكشي كان عم يعاملها لكريتيكا بطريقة بشعة بريتا لا ما في شي اجيت لهون لأشرب مي صحيح في ملف نسيته عنكم بالبيت من كم يوم ملف مهم لو فوقه دائما بنسى أخده هو بغرفة الضيوف فيني روح جيبه؟ طبعا فيكي بنتي معقولة عم تسأليني هيك سؤال؟ يلا روحي يلا بس الحكيم كان بده أنا بشوفه انتي روحي جيبي الملف والحقيني ماشي طبعاً أنا كاران لوترا أكتر لاعب مشهور وما في حدا بيقدر يتفوق علي بالمرة تعرف شو؟ أنا بعرف أنت قديه بتكون فرحان لما تكون عم تمدح بحالك يعني أنت دائماً فخور بحالك لهيك بتضل تخاطب حالك باسم كاران لوترا المشهور بس صدقني يلي بيسمعك عم تحكي هيك بيمل منك كتير لهيك لا تحكي بهالطريقة قدامي يلا روح من هون لأنه لازم شيل الوراق يلي خلتني حضرتك وقعون إذا البنت زعلانة لما تسمع باسمي فوراً بتبتسم أنا مو من هالبنات شبك ضربتيني بدون ما تنتبهي أنا ضربتك أنت ضربتني مو أنا شو مو شايف راسي لك مزبوط بس يا ترى ليش راسي صار يوجعني أنت راسك فاضي على الأخير ما فيه شي معك حق تعرف ليش أنا توجعت من ضربة راسك لأنه كل راسك ما فيه غير محص وحجار بس شو هالمسخرة لك أنا عندي عقل بيوزن بلد يعني مو مثلك بلا عقل بالمرة عن جد؟ استخدم عقلك وشيل الوراق وين بريتا؟ ليش هي مانا عم ترد علي؟ أكيد هي مشغولة كان لازم اتصل فيها بوقت أبكر شو بدي ساوي؟ أنا ما لازم خاف خلص رح أقول لبريتا كل شي صار معي ورح أحكي لها عن كل شي شفته بهداك اليوم وبعدين رح أخدها ونروح لعند الشرطة إيه؟ هات من إيدك لشوف أنا هلأ رح أروح ما بدي شوفك لحقني فهمت؟ لا تكوني نسياني أنه هذا بيتي بروح لوين ما بدي فيه واحد مغرور يلا انزلوا يلا الباب مقفول سكوت وطي صوتك سكوت غريب من وين هي الضجة لحظة اسمع
متأكد إنه هي البنت بقلب البيت هلأ؟ متأكد مثل ماني شايفك. أنا شفت عائلتها كلها طالعة من البيت بعد الظهر، ومن وقتها لهلأ ما شفت أي حدا فات على البيت أو طلع منه، وما في غيرها لهديك البنت بالبيت. ممتاز، حاول تستعجل يلا. أنا لازم أتشجع، ما رح خاف من أي شيء، القانون بيوقف جنبي والشرطة أكيد رح تدعمني كمان. رح روح على مخفر الشرطة وأحكي لهم عن كل شيء شفته، وبوقتها أكيد الشرطة رح تحميني، ورح أخذ الشرطة على مكان الجريمة، بلكي وقعت بمشكلة. لازم لاقي حل لهالمصيبة بقى. الحل الوحيد إني روح أخبر الشرطة بسرعة. أخ شريستي، خلص لا تخافي من شيء أبدا، ما تخافي من أي شيء. شو عم بيصير؟ مين عند الشباك؟ معقول بريدفي؟ إذا قدر يفوت لهون وقت أكيد رح يقتلني. هو إجا مشان يقتلني، أكيد هذا هو. استعجل شوي، ما عنا وقت كتير. ما عم يفتح. منيح إنه الباقيين طلعوا من البيت وما رجعوا لهلأ، ما في حدا هون. بس إذا إجا شافنا حدا وقتها رح نوقع بورطة كبيرة، وأكيد ما بقى تصح لنا فرصة تانية مثل هاي. بعد لي، أنا بعرف كيف أفتحه. في أصوات طالعة من غرفة جانكي، شو عم بيصير يا ترى؟ خالتي جانكي؟ مين هي المرأة؟ مين هي؟ ولا يهمك معلم، هاي المرأة وجودها وعدمه واحد. شايف هاي المرأة؟ المسكينة اللي بتقدر تحكي ولا تتحرك ولا تمشي حتى. هي عاجزة، ما فيها شي شغال غير قلبها، يعني هي شبه ميتة ما فيها تعمل شي. لا تاكل همها معلم. خالتي جانكي! أيوة، حلو كتير. شو يا ختيارة؟ مين اللي عمل فيكي هي؟ شو ما في بقلبه رحمة؟ انتي هلأ مرة ختيارة يائسة، ما بتتخيل قديش زعلت انا عليك. ما بتستاهلي هالشي، وجعتي لي قلبي. هذا اللي اسمه ني شفته اليوم هو ورجاله كانوا عم يقتلوا بنت بطريقة كتير بشعة، ما قدرت. خالتي جانكي، خالتي. اهلا اهلا، شوفوا مين اجا يا شباب. لك اهلين وسهلين بالبنت الطويله. شو صار لك؟ شو بك ليش هيك ايديكي عم يرجفوا؟ اتذكرت انت شفتينا هداك اليوم لما كنا عم نقتل هديك البنت، وهلا خايفه لانك رح تنقتلي مثل ما انقتلت هديك البنت، مو هيك؟ مزبوط يا ختيارة؟ شو بكي؟ لك ليش خايفة؟ أنا ماني الوحش اللي بده ياكلك. أي؟ بصراحة بدي أقول لك شغلة، بس لا تقولي لحدا. أي؟ بتعرفي إنك بنت حلوة؟ بتجنني. أي؟ بصراحة أكتر أنا دائماً أفكر فيكي. طلعي على وشي، مو معقول قديش هالوش بريء، طالعة بتطير العقل اليوم. وبما أنك أنت عاجبتيني شوي، عندي عرض لإلك. إيه؟ رح قلك يا، وبعدين أنت اختاري. بدك تصيري مثل هالختيارة شبه ميتة؟ ولا تصيري مثل هذيك البنت؟ ميتي على الأخير. جاوبيني على سؤالي، ليش انتي ساكتة؟ قولي. ما رح تحكي؟ طيب أنا بخليكي تحكي. يلا شباب خدوها، يلا يلا خلصينا. تعي تعي تعي، حركي. يلا سبوها. ولا كلمة، يلا تحركي. امشي من تم ساكت، امشي. يلا حركي، امشي امشي. لا تعيطي، امشي امشي يلا.
مثل ما بتعرفي لحتى نقدر نغطي على شي جريمة منكون مضطرين نعمل جريمة تانية. ايه؟ يعني هالشغلة عبارة عن مضيعة للوقت والطاقة وللسلاح كمان، عم تفهمي علي؟ كأنه حابة تعملي ضجة؟ أنا قاعد هون وعم أحكي لك الزوق معك وأنت حابة تصرخي؟ معقول؟ بس مو مشكلة، خليني روح شوف هالبنت الحلوة. لك اسكتي عم قلك. كيف بدها تهرب من بين ايدي هون؟ ما رح تقدر تهرب، انا لازم اعمل شيء. شو اعمل؟ تركوني تركوني. لا عن جد هذا كهران مانو معقول ابدا. ما بعرف ليش عم يضل يحاول يزعجني كل الوقت، ما عاد عرفت باي اسلوب بدي اتصرف معه. قولي لي شو رح تعملي لما حس حالي انا عطشان كثير؟ رح روح اجيب لك مي فورا وما بتاخر. كيف بيتصرف معها بهي الطريقه؟ انا لازم احكي مع كريتيكا ضروري. هي انتي بريتا؟ خير؟ روحي سلمي على الحكيم قبل ما يروح. يلا بدي احكي معك شوي. عادي. شوفي شو بدك تحكي لي؟ بس كنت حابة اسألك اذا كان كل شي تمام معك. ايه انا منيحة كتير، ما في شي زعجني. ليش شوفي؟ كريتيكا قليلي، اكشي عم يزعجك شي؟ لا. ليش؟ شو خطر لك لحتى تسألي هيك؟ كريتيكا لا تخبي عني شي، أنا شفت كيف أكشي تصرف معك بالمطبخ قبل ما أفوت، وأنا حسيت إنه الوضع سيء. كيف؟ معقول؟ لا بريتا ما في شي من هاد بصراحة، هي لعبة منضل منلعبها أنا وأكشي. أنت فهمتي غلط، الموضوع مو مثل ما أنا كنت مفكرة. كيف الموضوع لك؟ ممكن تفهميني؟ طيب اسمعي، الشغلة بسيطة. لما أكشي رجع على البلد صار ما بيحب إنه يبعد عني، يمكن صار هيك لأنه خايف إني بعد عنه، هيك القصة. لهيك هو بيحب إنه يكون شوي متملكني، وإذا بدك الصراحة بالنسبة لإلي أنا بحب إنه يكون متملكني. يعني فكري فيها، أنا محظوظة لأنه زوجي المستقبلي بيحبني كتير. مزبوط؟ مزبوط. كتير منيح منيح، صدقت الكلام اللي حكيت له يا. طيب لكان إذا هيك الموضوع فعادي. الحفلة اليوم كانت غير شكل. ايه مزبوط، لازم نعمل مثل على طول. نعملها كل شهر. بريتا لازم نروح على البيت بنتي. ايه ماما جاي بشوفك بعدين، انتبهي على حالك كريتيكا. ايه شريستي لحالة بالبيت. يلا يا ريت لو كان فيكن تعدوا أكتر من هيك. بريتا استني. انبسطت كثير اليوم وانا كمان. شكرا. كريتيكا بتحبها كثير لبريتا، ما هيك صار له؟ ايه صح. شو عم بصير هون؟ ليش مجتمعين؟ ما في شيء عادي. على فكره حبيبي انت اجيت لهون بالوقت المناسب، بدي اطلب منك طلب. مثل ما بتعرف الوقت صار متاخر، وانا بدي اياك توصل المدام سارلا وبريتا وستة على بيتهم. خلص ما في داعي، فينا ندبر حالنا، انا رح دير بالي عليهم منيح. خلص حبيبتي بعرف انه فيك تديري بالك عليهم، بس اذا كرام بيوصلكن على البيت رح كون مرتاحه اكثر، ورح اتاكد انكم وصلتوا بامان. تاخذهم ابني؟ طبعا ماما باخذهم، اصلا انا بدي اخلص من هاي المزعجه. خلصنا كرام. طيب يا اولاد انتوا سبقوني، انا رح جيب بيجي والحقكم لبرا. وانت روح جهز السياره. تفضلي. تعالي تفضلي. الحفلة كانت كتير حلوة. وجودكم حبيبي بصطف لي. ايه طبعا. لك خلاص اسكتي. كتير منيح
كثير منيح انه حياتي ما انتهت هداك اليوم. يمكن انا لسه عايشة لهلا لحتى ساعد البنات دايما. انا كان بدي حارب وارجع مثل الاول لاقدر ساعد بريتا. اليوم انا حاسة بخيبة امل، خيبة امل كبيرة. انا كان من واجبي دافع عن واحدة من بناتي اليوم وما قدرت، لانه في حدا خطفها قدام عيوني وانا ما قدرت ساعدها ولا اتحرك من مكاني. شو عملت انا لحتى استحق هالشي؟ كان احسن الي لو متت وقتها. يا ريت متت بالحادث، يا ريت متت بالحادث وما شفت اللي صار اليوم. يا ريت متت. لو سمحت وقف السيارة. شو صار يا حكيم؟ انا رح وصلك على البيت، هي ما انا قصة كبيرة. بس في مشكلة يا سمير. الممر صار ضيق لقدام، السيارة بجوز تعلق هني. خلص لهون بكفي ابني. شكرا كتير لك. بشكرك. اهلا وسهلا فيك. بالإذن. شبه لك روح اتعلم سواقة السيارة بمكان تاني، ما تسكر الطريق، عم تفهم؟ ليش عم بتصرخ؟ اتحرك من هون. عم دور السيارة. بس لحظة، حاجة تعيط بقى. مو معقول، لك هذا صوت سمير. يعني سمير هو اللي بالسيارة التانية. شريستي، بظن اني سمعت صوت شريستي عم بتقول سمير. ايه شو عم تعمل؟ بعد سيارتك، بعد. ليش عم تسكر الطريق؟ بعد. عم حرك السيارة. ايه يلا بسرعة. انا بس عم بقدر شوف هدول الرجال بالسيارة وما ما في حدا تاني. لك شو عم تستنى؟ يلا امشي. عن جد مجنون. راكي كتير عنيدة، هي عن جد ما بتستسلم ابدا. انا قلت لها انه نحنا رح ناخد عرباية او سيارة تاكسي ونرجع فيها على البيت، بس هي ما سمعت مني وطلبت منك انه توصلها. خالي سارلة، انت خايفة؟ بس انت ما لازم تخافي، صدقيني انا بسوق بشكل امن ومنيح. ايه عن جد انا بسوق منيح، ما رح يصير شي سيء. انا ما رح انحرف عن الطريق ولا رح فوت بشي. ليش هيك عم تقول؟ كنت رح تضرب حدا. لا لا، هذا الهوا هو اللي دفش السياره، انا فقدت التوازن. انت كثير شقيه كارن، وانا كان رح يصير معي لو بقلبي. كارن ابني، سارة صارت كبيره وتخاف من ابسط الشغلات. بس هي مو غلطتها، هي مو متي، انا لسه صبيه. انا حبيت مزحك، غيرت لنا جو شوي. اللي عملته حلو، كانت مزحه ناجحه معك. ستي عن جد انت مانك معقوله. كارن، بريتا معنا احسن من سارة، هي مثل امها بالضبط. يعني هن التنتين بخافوا من الشغلات البسيطه. يعني هن التنتين عندهم عقليه صعبه كثير على الطراز القديم. سمعتي؟ اسمعي بيجي، أنا ماني خايفة أبداً. أنا بعرف إنه كاران شاطر وبيسوق كتير منيح، أصلاً هو شاب مسؤول. أنا اتضايقت لأنه بالرغم من تعبه هو اتحمل التعب مشان يوصلنا بهالليل. اسمع لقلك يا كاران، وقف السيارة هون على جنب ونحن رح ناخد عربية أو سيارة إجرة ونروح. خالتي لو سمحتي خلاص ما تقولي هيك، هاي مسؤولية كبيرة ما فيني اترككم هون. بعدين لا تنسي شغلة، أنا بحب كتير لما أمي تطلب مني شي. يعني نحن عنا سائق بالبيت، بس أمي طلبت مني إنه وصلكم بنفسي، لأنه هي بتوثق فيني كتير وبتعرفني منيح. لما كنت صغير هي دائما كانت تخلي أبي وصلني، بتقول له قوم وصل كاران على التمرين أنت، سواء كان هالشي بالملعب القريب أو بأي ملعب بعيد غيره. أبي كان يوصلني دائما، تعود أنه يستناني مثل كأنه سائق. هو كان يوصلني على أماكن مختلفة وطول اليوم يضل عم يدور. مثل ما بتعرفي السواقة بتطلب مسؤولية كبيرة. لازم أقول أنه راكي مرة محظوظة كتير، هي شافتكن بصغركن. أنا ما صحت لي هالفرصة، أنا ما قدرت إنه أشوف بريتا وشريستي بصغرهم بنوم. لما كانوا صغار أكيد كانوا يشتاقوا لي ويفتقدوا لوجودي.
تخيل أنا حتى ما قدرت أعرف إمتى بناتي صاروا مسؤولين وواعيين وناضجين. أنا ماني متأكد بالنسبة لشريستي، بس بريتا لساتها طفلة لهلأ. نعم؟ إيه؟ هي بتتصرف مثل الأولاد الصغار، عن جد بتبالغ بردة فعلها بدون سبب وبتحط حجج لحتى تصرخ. هي ما بتصدقني أبدا، دائما مستعدة تخانق. اسمعي لقلك، لازم تصرخي عليها كتير وتحاسبيها، حلمك حيتحقق إذا عملتي معها هيك، صح حكي؟ سمعتي هالحكي؟ أمي أنت قلتي عني أني ناضجة وأنا ما تفاخرت بحالي قدامه، بس هذا الزلمة كاران لوترا ما أنه معقول شو بيضل بيفتخر بحاله كل الوقت. خالتي راكي ما بتقول عنه ناضج، هذا الشي بيأكد لي قديش هو شاب متهور. هو بيضل بيتصرف مثل الأولاد الشقايا وبيضل بيعمل أغلاط كمان، والأسوأ أنه ما بيتعلم من أخطائه أبداً. سمعتي؟ سمعتي هالشي؟ هذا الشي اللي كنت عم بحكي عنه، هي دايماً بتلاقي حجة لتتخانق معي. ايه انا غالبا بنصحها انه تتصرف مثل الناس الكبار، انا كتير لطيف معها بس هي ما بتستوعب علي، هي بتضل تعيط هيك وبتتصرف بلأمني معي، صدقيني. ها انا ما كنت عم بحكي معك، قال انا بضل بفتخر بحالي كل الوقت، شو هالحكي الفاضي هاد؟ اسكت بقى كاران. ها شفتي؟ شفتي كيف عم تسكتني؟ شفتي بعينك؟ انا كنت عم بحكي معك انت وما حكيت معها ابدا، بس هي بدها اني احكي معها على طول وبدها اني امدحها، بس انا مستحيل اعمل هيك ومشان هيك بتخانقني. شو هاد؟ شو المسخرة هي؟ بريتا مو على أساس أنتي بنت ناضجة؟ خلص يلا خدي القصة ببرود. أنتي ما بتعرفي أمي، مثل ما هو عم يتمسخر علي هلأ بجوز يتمسخر علي قدام الكل، ما بتفرق معه. لحظة بريتا خلاص، ما تلومي رفيقي هيك لأنه ما في داعي، هو شاب ناضج بيعرف منيح كيف يتصرف قدام العالم. ستي أنا لاحظت هالشي أصلاً من هداك اليوم يلي سماكي فيه رفيقته، أنت صرتي تدعميه بكل شيء، يعني بدون تفكير، أنت شفتي بعينك كيف هو يتمسخر علي، بس أنت لساتك عم تدعمي لهلا. عم تدعمني؟ عفواً بس رفيقتي مو بحاجة نصيحتك بخصوص أي شيء، هي أذكى مرة بالعالم، وبتعرف منيح إنه أنا شاب كتير منيح وما في مني بالعالم كله، معي حق ستي؟ إيه معك حق، ما في كلام. هلأ بقدر شوف مدى نضجك، انسى الموضوع، أنا ما بدي أحكي معك. هذا الشيء اللي قالته أمك. بالعادة لما اثنين كبار ناضجين بيحكوا الصغار ما لازم يتدخلوا بالحكي، صح يا خالتي؟ ما قلتي لها هذا الشيء؟ ماشي، أنا ما صرخت عليها أبدا بس هي بتضل تصرخ، هي بتحرضني لحتى أتخانق معها بس أنا بتحكم بأعصابي، مشان هيك أنا دائما. ركز بالسواقة، لعيت لي قلبي. لا أنا إذا بضل ساكتي هدول الناس رح يقتلوني إلي كمان، هدول الشباب كتير سيئين، هن ما رح يخلوني عايشة. لا أنا لازم إني صرخ، بجوز شي حدا يسمعني أو يجي حدا يساعدني. جدوني يا عيام. سكتوها، سكري لتمك. خلاص بقى عملك سكتي. إيه خلاص ولا نفس بس يا بنت. أخ لك شو عم تعملي؟ أخ شو عملتي؟ ماشي أنا بورجيكي. هي ضربتني على رجلي، عم توجعني كثير. عم تتوجع؟ ليش أنت وقفتوا السيارة؟ شريستي ضربتني على رجلي بقوة. لك عم تصرخ مثل كأنك متقوس، كأنه عندك إصابة خطيرة. بس عن جد يا معلم هالبنت كتير خطيرة، هي محطوطة بكيس كبير ومع هيك قدرت أنه تضربه. وهذا غلط مين؟ غلط مين؟ تعال قرب بروم. انت فقدت عقلك يعني؟ انت عم تضربني كمان؟ انتو ربطتولا ايديا وسكرتولا تمها، ليش ما ربطتولا رجليها؟ صدقني انه نحن ما فينا ناخدها على بيتك، لانه اذا اخدناها لهنيك اكيد هي رح تصرخ وتلم علينا العالم، اكيد رح يشوفها شي حدا يا معلم ورح نوقع بورطه عن جد. ايه معك حق وهذا الشي مانو منيح ابدا، شو بدنا نعمل؟ شيرو نعم. بتتذكر هداك المكان لوين اخذنا بنت السيد شارما لما خطفناها وقت اخذناها على المصنع المهجور؟ ايه بتتذكر وينه؟ بتعرفه منيح؟ ايه بعرفه. طيب خلينا ناخذ شريستي على هداك المصنع، هنيك بنقرر شو بدنا نعمل، يلا خلينا نمشي بسرعة. يلا شوي يلا معه شوي شوي. تفضلي ستي. ايه على مهلك. يسلم. شكرا لك. تعرف حبيبي أنا بتمنى لك كل السعادة يلي بهذا العالم وبتمنى تحقق كل أمني. شكرا ستي فضلي. مو معقول بيطلع بيعمل حاله أنه شاب منيح كتير، طبعا هو عم يأثر على أمي وعلى ستي من خلال نكته وحكياته الحلوين، هو مانو منيح أبدا بس بيتظاهر بهالشي. ايه أنا شاب كتير منيح طبعا منيح. ها؟ معقولة إنك سمعتني؟
لا مو ضروري، أنا بعرف منيح شو هو رأيك فيني. عم تفهميني بريتا؟ عن إذنك ستي، أنا صار لازم روح على البيت هلأ. لا ما رح تروح فورا. إيه كارن استنى شوي، خلينا نشرب كاسة شاي سوا جوا. إيه ستي بس أنا تأخرت. طيب ماشي، على الحالتين بما أنك متأخر فيك تتأخر كمان 10 دقايق. بعدين لا تنسى بريتا بتعمل شاي كتير طيب، ونحن حابين نشرب شاي، صح بريتا؟ حنشربك شاي مع هيلو قرفي كتير طيب. لا لا الشاي اللي بعمله مو طيب، عادي. بعرف بعرف هالشي منيح، خالتي أنا ما بدي إياها تعمل الشاي، أكيد مو طيب. شو القصة شبكي يا بريتا؟ طلعتي عن جد ما بتستاهلي المدح، ستي وخالتي مدحوكي وانتي نكرتي. بفهم لما حدا يمدحك على شي غلط وما بتعرفي تعمليه، صح؟ طيب خلص، على كل حال رفيتي فينا نشرب كاس الشاي؟ فورا يلا يلا. يلا ستي يلا. لحظة، ليش الباب مفتوح هيك؟ استنى أنا رح شغل ضوية بالأول. أمي شو هاد؟ كل البيت مكسر، شو صاير هون يا ترى؟ شكلها عاصفة ومفتوح الشباك. لا أنا بظن أنه كان في حرامي فايت على البيت. لحتى هيك كل شيء. أمي خالتي جانكي هي هون بالبيت، خلينا نطمن عليها. يلا خلينا نروح. جانكي خالتي جانكي جانكي خالتي جانكي خير. جانكي انتبه على مهلك جانكي. شوي شوي جانكي ارتاحي جانكي. شو صار؟ شو صار؟ جانكي شو صار؟ خليكن أنا رح روح جيب لك كاسة مي. أمي شو عم يصير؟ اهدي كارهت ابني، أعطيها شوية مي. جانكي شربي مي. جانكي قليلي شو اللي صار؟ أنا لازم أعمل شي وفهمهم، أنا لازم أنقذ حياة شريستي. شو صار يا جانكي؟ كان في حدا هون؟ شوفي خالتي جانكي لو سمحتي ارتاحي. شو؟ احكي جانكي في حدا، في حدا أجا لهون؟ طيب وينهم الحرمية؟ لك أنا ما عم بقدر أفهم شي، لو هن كانوا حرمية كانوا رح يسرقوا شي، بس هن مكسرين البيت ورايحين. بيجي نحن عايشين هم من كذا سنة بس هالشي ما صار أبدا مع حدا. أنا ما عم بستوعب. شريستي وين راحت شريستي يا ترى؟ هي بتعرف وضع جانكي منيح، لكن ليش هي تركتها وراحت برات البيت؟ وين هالبنت يا ترى؟ وين شريستي؟ شريستي 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 وينها؟ شريستي ما أنا بغرفتها. هي ما أنا موجودة بالمطبخ. ما أظن إنه هي بالبيت هون. مو معقول، لوين راحت هي البنت يا ترى؟ استنوا دقيقة، كل شيء بحالة فوضى، أكيد هذا ما أنا شغل حرامية. الكراسي على الأرض، الحرامية ما بيعملوا هيك. إيه وشريستي ما أنا بالبيت، خالتي في شيء غامض. أمي أنا رح جرب أتصل بشريستي. إيه اتصلي فيها. شو عم بيرن؟ لا ما عم يرن. طيب جربي مرة تانية بنتي. إيه ليكو عم يرن. موبايلها هون. وينو؟ ليكو هاد موبايلي شريستي. موبايلي شريستي بالبيت. أمي في في حدا خطف شريستي. حدا حاول يهجم علي، اجوا مشان يخطفوها. شوفي اكيد مشان هيك تركت موبايلها بالبيت. امي شريستي كانت في شي مو منيح صاير، اصلا هي ما كانت منيحه، كان مبين عليها انها كثير خايفه. هي اتصلت فيني بس انا ما انتبهت للاتصال، وبعد ما انتبهت ما رجعت واتصلت فيها. كل الحق علي، هذا غلطي كله. يا شو شريستي ما بنعرف وينه هذا
كله غلطي، هي ما كانت منيحة لهيك ما راحت معنا، ما كان لازم نروح كلنا ونتركها، لو حدا منا ضل معه هون ما كان صار هيك. خلصنا بس كتي، حاجة تقلي إهدي الكاران. شو صار هون؟ شو صاير مع بنتي؟ أنا متأكدة إن شريستي بورطة كبيرة هلا، بس نحن شو لازم نعمل؟ شو لازم نعمل كاران؟ شو لازم نعمل؟ خالتي اسمعيني، خلص كل شي رح يكون منيح، لا تقلقي أبدا. لما توقفوا وتحكوا هيك روحوا على المخفر وقدموا شكوى فورا. شو ناطرين؟ معها حق، أنا حاتصل بالشرطة فورا، حاتصل بريشاب كمان وقول له يجي لهون. أبي ليك بدي ورجيك، أنا اشتغلت على مخطط المشروع يلي أنت اقترحته علي. أنا ما بظن إنه نحن لازم ناخد هذا المشروع، هالشي مانو مربح يا بابا. يا ابني مو كل شي بالحياة ربح، الروابط مهمة كتير. بس هالشي ما رح يضيف شي على سمعتنا، هالشركة كتير صغيرة وهلأ نحن عم نحكم السوق بابا. طيب ماشي يا ابني، بس أنا بعرف هدول الجماعة كتير منيح، هو صديق قديم. بتجاوب بعدين، شو ما صار يصير، أول شي احكي معي. استنى دقيقة، بس على القليلة قلي مين. لا خلاص اتركه، أعطيني يا. أعطيني يا بابا، بس قلي مين. بابا هات عطيني هذا كاران، بعدين بتحكي معه ما في بابا مشكلة. بابا استنى دقيقة، يمكن يكون في شيء ضروري، استنى خليني شوف. ايه كاران قلي. ريشاب انت بتعرف شي حدا بالشرطة؟ ايه بعرف، ليش خير شو القصة؟ تعال على مخفر الشرطة بشرح لك بعدين، بس تعال بسرعة. طيب بس قلي شو القصة كاران. قلت لك بعدين بحكي لك، بس تعال لهنيك بسرعة رح قلك كل شي لما توصل. طيب ماشي خلص انتظرني هنيك، جاي فورا. ماشي ماشي باي. شو القصة شو صاير؟ ما بعرف بابا، انا لازم غير ثيابي وروح لعنده على مخفر الشرطة. شو اللي صاير بابا؟ ما بعرف، لازم روح بسرعة، أنا بتصل فيك. بس لو سمحتوا ما ضربتوني هون، لو سمحتوا ما تعملوا هذا الشيء، بترجاكم خلوني روح، أنا ما راح أقول شيء لحدا. أنا سكتي، أنا تعبت كتير من صوتك العالي، أنت ما بتتعبي من كتر الحكي؟ أنت ليش ما عم تعرفي تسكتي؟ موتك ناطرك، أنت لازم تكوني خايفة وساكتة. خلاص لا تحكي. ليش لازم أكون خايفة؟ اللي ليش لحتى أكون خايفة منك؟ أنت اللي لازم تخاف مني، أنا اللي شفتك عم تقتل هديك البنت. هيك سكتي، نصيحة ما تحكي ولا كلمة. ليش لازم ضل ساكتة؟ يلا قول. أنا رح أقول الحقيقة لكل الناس، رح ضل صرخ لحتى تجي الشرطة ورح أخبرهم كيف أنت قاتل بكل وحش. سكتي خلص بقى، عن جد أنت بتحكي كتير. إيه شيرو، جيب شي وربط له تمه وخلينا نرتاح. لا لا لا. إيه ربطة. لا إيه ربطة. يلا عطيه الربطة. إيه وينها؟ أنت مفكر إن معي؟ عن جد عم تحكي؟ أنا ما طلبت منكم، طلبت إنكم تجيبوا الربطة. هاتوها. ليش وين حاطين الربطة؟ معلم أنا بظن إني نسيت جيبها. غريب، شو هاد يا؟ نسيت إنك تجيب الربطة معك؟ عم تهددني بالقتل، قلت لي ما عن جد؟ خلص حاش حكي، ما رح توقفي حكي، صوتك عم يزعجني كتير على فكرة، لهيك ما عاد بدي اسمعه أبداً، فهمتي؟ لحظة، أنت شكلك مالك خايفة مني. لا أنا ماني خايفة منك، مو خايفة، لأنه لو أكيد كنت بدك تقتلني عن جد كنت قتلتني من زمان، ما كنت استنيت لهلا. بهي أنت معك حق، ما لازم نستنى، مشان هيك أنا رح قرر شو رح نعمل فيك هلأ وما رح نضيع وقت. بعد 5 دقايق نخلص منك. شيرلين كلي لك شي شغلة، انت ما اكلتي شي من الصبح. ما بدي اكل بصراحة، راسي عم يوجعني كتير من كتر ما لي متوترة. اذا ما بتاكلي اكيد قلقك هاد. هذا اتصال من نيل. نعم. مرحبا يا أستاذ، طمني عنك، شو أخبارك؟ ايه ما تجاوب على هالشي، أنا رح حس بالملل إذا بسمع قصصك التافهة عن الحب. اسمع، أنا عندي خبرين لإلك هلأ، واحد حلو واحد كتير سيء. شو هي الأخبار الحلوة؟ وقلي شو هي الأخبار السيئة؟ مبين عليك إنه مالك صبور. طيب ماشي، أنا رح أقلك شو هي الأخبار. اسمع اللي رح أقوله. الأخبار الحلوة هي إنه المهمة اللي كلفتني فيها بإني أقتل صديقتك كان ممكن إنه ننمسك فيها كلنا، لأنه طلع معنا شوية مستشدات، بس هلأ أنا بظن إنه الفرص بإنه ننمسك كتير ضعيفة. والأخبار السيئة هي بصراحة هي حلوة بالنسبة إلي. أنت لازم تعطيني مصاري زيادة عن اللي طلبته، عم تفهم؟ قلبك صورة تحمل فكرة، تحكي الماضي ذكرى، كان يا مكان والعمر بيمضى، وحد الحب بيرسم بكرة، بيرسم طريق حلو ومر فيه الشوق.
تتخبى في أسرار دليلك فيه هو الصدق حلم وأمل ويمكن تشقى حتى توصل لازم تسعى قلبك صورة تحمل فكرة تحكي الماضي صح الذكرى يا مكان والعمر بيمضى وحد الحب بيرسى